كنيسه واحده هنا في البلد اللي الكنيسه الاثريه. كنيسه الانبا وشيع الاثريه اللي عاش فيها الانبا وشيع عندنا هنا من القرن الرابع. زرتوها يا ابونا؟ لا ما وصلناش. طب لو تحبوا تزورها ممكن نزورها مع بعضينا عادي. انبا وشيع الاثريه هنا، انبا وشيع عاش عندنا هنا 10 سنين من 407 ل 417 لما البربر هجم على وادي النطرون، وكان الانبا يحنس وانبا وشيع صديقين مع بعض. فالانبا وشيع بيقول انبا يحنس هلما نرحل بنا يا اخي لئلا يقتلنا بربري ويدخل جهنم بسببنا. وده كان ترتيب من عند ربنا ان ساب وادي النطرون وجم عندنا هنا. انبا وشيع اسس رهبنا عندنا هنا في دير برشا، وانبا يحنس اسس رهبنا في دير ابو حنس. طبعا زرت دير ابو حنس، شفت الكنيسه الاثريه، كان عندنا حوالي 1200 راهب هنا، وفي ابو حنس كانوا حوالي 1800 راهب. فعاش عندنا انبا وشيع واسس رهبنا، والكنيسه الاثريه فيها البير والكنيسه اللي كانوا بيصلوا فيها وكل حاجه. البلد لما كبرت وما الرهبان مشوا من البلد، خليج الكنيسه الاثريه كانت صغيره، فعملوا الكنيسه دي بسموها انبا وشيع تاني، بس سموها الجبليه عشان جبلي الكنيسه الاثريه عشان ناخد بركه. فاسم الانبا وشيع والانبا شنوده في دير برشا. طبعا بركه كبيره ان احنا بناخد بركه الانبا وشيع، وانبا وشيع حبيب مخلصنا الصالح. طبعا كلكم عارفين القصه بتاعته وحياته المباركه اللي احنا عايشين في البلد هنا بسببها. البلد هنا حوالي 30,000 كلنا مسيحيين. جانا ابو حنس يعني حوالي 35 40 برضه البلد كلها مسيحيه. بحر دير ابو حنس في مدينه انصنه. عرفتوا الصابونه زرتوها؟ ايوه. انصنه طبعا اللي هي الولي اريانوس اللي كان لسه من يومين الشهيد كريمون وابو لانيس. يعني الاستشهاد بسببهم كان الشهيد اريانوس نال نعمة الاستشهاد. بركه كبيره، ربنا يبارك في خدمتك.